السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن حبايب وأحسن مشاهدين وأحسن متابعين وأحلى أصدقاء وأحلى حبايب. ربنا يجعل بينا الود والحب والإخلاص والوفاء ونلتقي على خير يا رب العالمين. حبايبنا، أنا يعني الفيديو ده متردد، كنت أعمله ليه متردد؟ قد يفهم البعض ايه كلامي، مش ما ياخدش باله منه، بس ارجو ان احنا نركز مع بعض في كلامي، والكلام ده انا بقوله ليا ولصالح اصدقائي وصالح الناس اللي على القنوات كلها وعلى اليوتيوب. اوكي، هنبدأ بكلمة ايه؟ وين تو وين، وين تو وين، يعني ربحني واربحك، دي حاجة. تاني حاجة، في سؤال عجبني جدا اتسأله بيل جيتس. بيل جيتس طبعا عارفين كلنا مين بيل جيتس، اللي هو ملك الكمبيوتر، وما شاء الله يعني ربنا يزيد الناس، اللهم لا حسد، اغنى رجال الاعمال في العالم واغنى رجال المال، يعني هو الاول لفترة كبيرة ان هو اغنى رجل في العالم. بيسألوا بيل جيتس، بيقولوا له انت بتشتغل عشان تكسب؟ قال لهم لا، انا بكسب عشان اشتغل. ملاحظين الفرق؟ يعني رده كان انا بكسب المال عشان اشتغل، مش بيشتغل عشان يكسب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المال بالنسبة له بيحفزه على العمل، بيحفزه على الابداع، بيحفزه على التفكير. فانا المقصود من الفيديو دوت، انا امبارح امس يعني كنت موجود عند قناة من القنوات، إن شاء الله إن هي قناة طيبة وبخير، ومعظم الأصدقاء اللي موجودين كانوا في البث دوت بتاع القناة الطيبة دي، يعني أصدقاء ليا وأصدقاء مشتركين يعني. فالحمد لله كلهم بيحبوني وكلهم بيحترموني وأنا كلهم بحبهم وبحترمهم. فأنا سألت سؤال لصاحب الحفلة ديت أو صاحب القناة في البث، قلت له يا أخي لو سمحت، أو لو سمحتي، لو أنا دخلت عندك بثلاث فيديوهات أو أربع فيديوهات، وصاحب أنا بسأله هو، يعني بقول له، ما قلتلوش موجه ليه هو، لكن هو طبعا موجه لي عشان أكون صريح، غير مباشر يعني، بكلام غير مباشر، عشان ما برضو إيه، أنا يعني خايف على احساسه يعني، بس انا عايز اوصلها له لاني فعلا يعني انا اتضايقت. فبقول له لو حد دخل عندك في ثلاث فيديوهات وشاف لك ثلاث فيديوهات مشاهده كامله، وقبليها اكتر من فيديو مشاهده كامله، وانت حتى ما ردتش عليه حتى بالشكر، ما عملتوش يعني وانا مش بتكلم ان هو تاني يوم او تالت يوم، ده عدى مثلا 5 ايام على الموضوع ده، او 6 ايام او اسبوع. فرد علي انتقدني بكل يعني ما يملك من قوة، طبعا ما شتمني، بس اعتبرني ان انا قليل الذوق، وان انا مش من حقي اسأل السؤال دوت، وان انا تعليقاتي ما عجبتهوش وكده. في نقطة في التعليق، يعني انت بتعلق ازاي؟ هو التعليق ما بيكونش المفروض لما انا بكون بتفرج على فيديو وعجبني بعلق عليه يعني ايه، مش تعليق انا برسمه او بعمله، لا، ده بيكون ردة فعل على الشريط، مثلا عجبني، في ضحكه، في هزاره، في كلام جد، في كلام الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، بتصلي على الرسول، يعني التعليق ده يا جماعه مش حاجه مرسومه او حاجه محفوظه او حاجه لازم تتكتب، يعني تبقى كلاشيه لكل الفيديوهات، لا، الانسان بيعلق على ساعه ما هو بيتفرج على الفيديو ده، مزاجيته عامله ازاي. وطبعا في احترام، ما فيهوش قله احترام يعني اكيد لازم يكون، يعني انا هعلق لحد على فيديو وانا مش محترمه؟ مش ممكن. ولكن لو هزرت معاه ده معناه حب وود له، وعايز اكسبه كصديق. فالاخت صاحبه القناه ديت قالت انا مش بحب الهزار دوت، ومش بحب الهزار مع الرجاله، وانا والله ما قلت لها حاجه خاصه بالنساء تجرحها او كده، لان انا عارف ان يعني ناس كتير هتشوف التعليق دوت، لكن وقتها ومش متذكر الكومنت دوت يعني كان ايه.
فوصفتني يعني بعد ما طلعت من عندها بقلة الذوق، لأن أنا قلت لها يعني أنا هرجع أراجع الفيديو تاني لو، أو هراجع الحفل تاني لو لقيت الحفل فيه تجاوز منك أنا هتجاوز معاكي كتير، ما قلتش أكتر من كده. وأنا طلعت يعني أنا وجهت لها الكلام ده، وطلعت وقلت لها أنا سحبت اشتراكي، ورجاء لو كنت في أي حفلة وأنا موجود ما تسلميش عليا، وكذلك أنا مش هسلم عليكي، لأن أساسا أنا كنت عندها قبل كده وبرضه بتكلم مع أحد الأصدقاء وبيهزر معايا هزار، أنتوا عارفين هزاري برضه مهما كان ما بيتعداش الحدود، الحمد لله رب العالمين. فهي تدخلت وقالت لي اعمل لك حظر للكومنت ومش عارف ايه والكلام ده، فانا طلعت من عندها وما بقتش اروح عندها وانسحبت من عندها من القناة وما بقتش اروح عندها ولا اي حاجة. فهي قابلتني قبل الحفل اللي حصل فيه الكلام دوت اللي هو امس، قابلتني في حفل قبلها باسبوع، والسلام اهلا كيف حالك يا ابو عبد الله، او سلمت عليا كيف حالك يا وطني، سلمت عليها وعشان احييها قمت داخل على الفيديو وانا معاها في الحفل، داخل على فيديو على اللابتوب شفت لها واحد واثنين وثلاثة وكتبت لها ما شاء الله ده كذا كذا رائع، ده الفيديو ده رائع، ده الفيديو ده جميل تحفة، وخلاص أتوقع منها إن هي حتى ترد عليا في تعليق مثلا تقول لي شكرا، تقول لي كذا، تقول لي كذا، ما يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلى أن وجدت إن هي فاتحة بس، فقلت أذكرها يعني وأسألها السؤال دوت، يعني أنت عبده المشهور وإحنا بهايم يعني أنت بقى من شهرتك مثلا ومن وإن أنت فلت على اليوتيوب، أنا دخلت عندك ثلاث أربع خمس ست فيديوهات وأنت ما تخشيش عندي ليه يعني؟ عشان إيه؟ أنت مين؟ يعني خلاص مش هكتر ان انا اوجه لهم لها كلام، وانا عمري ما هقول الاسم طبعا، بس هي طبعا هتبقى عارفه نفسيها او الاصدقاء هيبلغوها. وطبعا انا بتكلم وانا متشنج ومتعصب، بس عصبيه بسيطه، مش هي دي عصبيتي يعني، ربنا يكفينا شر الغضب والعصبيه، وانتم مشرفيني ومنورينني. وكلمه اخيره هقولها لكل المتابعين معايا او المشاهدين، يعني انت قناة وانا قناة، اوكي احنا الاتنين محتاجين متابعين، مش محتاجين قنوات، لكن لما انت تنزل فيديو وانا اخش عندك يبقى انت محتاجني، يبقى انا بساعدك لحد ما عشان يجي لك متابعين، وكذلك انت لازم تخش عندي عشان انا كمان يجي لي متابعين، فاحنا بنعمل تسويق لبعض، مش عملية ان انت كذا وانا كذا، لا. فاللي ملاحظه برضو اني يخش مثلا يعني انا دخلت عند وطني، انا مش وطني وقناة مش ما اسمهاش وطني، وانا عند الاخ وطني اللي هو ابو عبد الله العبد الفقير اللي قدامكم. طيب دخلت عند ابو عبد الله على اخر فيديو اول مرة اتعرف عليه، ما شاء الله منور يا ابو عبد الله وعسل وجميل وحلو، تمام شكرا حبيبي شكرا عزيزي. ابو عبد الله بالتالي اللي هو غير وطني، ابو عبد الله نمبر 2، راح له وسلم عليه وكده خلاص كده العلاقه ما بيننا، انت شفت لي فيديو وانا شفت لك فيديو، لا انت حفزني انا احفزك اشوف لك فيديو تاني وانت تشوف لي فيديو تاني وتالت ورابع، وانا خشت لك على تالت ورابع وخامس وسادس، هي دي المعاملة، هي دي الكلام، مش لوطني نمبر 2 نمبر 1، الكلام لكل اليويو وكل القنوات وكل زمايلي كل اليوتيوبر، احنا بقينا يوتيوبر كده وبقينا يعني حاجة يعني مشهورة يعني يا جماعة. المهم فيعني خش على أكثر من فيديو، أنا بتكلم عن وطني بقى دلوقتي، وأتمنى إن الجميع يعمل كده، الجميع يعمل كده، قلنا وين تو وين يعني ربحني وربحك، والا قعدتنا تبقى كلام فارغ، يبقى الواحد بقى ايه يروح يتابع حاجات تانية يكسب منها ثقافة يكسب منها مش عارف ايه يكسب ايه، ما يقعدش بقى قدام نفس الفيديوهات على طول على طول، لا يبقى يتنقل براحته كده، لا احنا بنقضي وقت كبير نتابع بعض، يبقى انت دخلت خش واحد اتنين تلاتة. وبعدين الناس اللي بتنصح القنوات الصغيرة تقول له ايه، يقول لها العداد بتاعي واقف، طيب انت اجري على اكبر قناة عندك واطلع منها، ليه تخسره؟ انت كده خسرته بغبائك دوت وبجهلك خسرته، هو بالعكس لما يفضل شهر واثنين وتلاتة عند القناة الكبيرة دي وبعد كده لما يتفعل يكون
هيكون وصل لمجموعة ناس ومجموعة تسويق كبيرة عنده، هيكون سوق نفسه يعني، عمل تسويق لنفسه. لكن يطلع يخش على القناة دي، طب ما القناة دي بتراجع وبتشوف ده العم دوت جه مرة واحدة وقال السلام عليكم وساب تعليق حتى ما شافش دقيقة ومع السلامة. أي نقطة تانية، يخش لي ناس اكون دخلت عندهم مثلا شفت فيديو، على الاقل فيديو واحد على الاقل مشاهده كامله، انا ما بشاهدش ثانيه وثانيتين ودقيقه او 5 دقائق. الفيديو 20 بتفرج عليه 20، الفيديو 5 بتفرج عليه 5، الفيديو واحد وبزعل لما بلاقي حد عامل فيديو صغير بروح داخل له على 3 4 5 6 فيديوهات مره واحده في نفس اللحظه. ليه؟ لان صغير الفيديو بتاعه دقيقه او 59 ثانيه او 58 ثانيه، فبحاول افيده. فسبحان الله العظيم كنت هقول ايه دلوقتي، اللي يخش على الفيديو بتاعك مثلا، يخش لي حد انا طالع طبعا بصورتي في القناه وبصوتي، يخش حد عندي يقول لي شكرا يا حبيبتي والله الفيديو بتاعك روعه. يا حبيبتي ايه يا بنت الحلال؟ يعني معنى كده ان انت ما شفتيش الفيديو ولا اتفرجتي عليه ولا عبرتيني حتى وجايه تضحكي عليا؟ اقول ماشي يا ولد، اروح كاتب انا ابو عبد الله. طبعا بيرجع يرد عليا اقول له اسفين يا ابو عبد الله او مش عارف ايه، يا ابو عبد الله اهلا شرفتني يا ابو عبد الله. طيب بس انت ما التزمتيش، ما يعني ما فدتنيش في حاجه، عايزاني افيدك ازاي؟ لما يبقى عندك مثلا في ناس عندها 5000 ولا ايه يعني بيصوت في القناه ويقول انا بيزورني 100 ولا 50 ولا 200 ولا اكبر عنده فيديو، يعني ما معقوله ما معقوله. هذه انانيه وجهل، وعمرك ما هتنجح صدقني، عمرك ما هتنجح اقسم بالله بالطريقه دي، عمرك ما هتنجح وهتفشل على اليوتيوب، ويوم ما هتفعل هتكره اليوم اللي انت فعلت فيه. ليه؟ لان ما حدش هيعبرك. فارجو ان تاخدوا كلامي كده بحسن النية وبلطف ويعني سبحان الله العظيم نغير من طريقتنا. انا بتكلم كمان اكتر على اخواني في مصر يعني اللي يخصوني يعني. طبعا في ناس كتير على اليوتيوب بتعمل كده، لكن والله يا جماعة يعني نطور العلاقة ما بيننا. انا لما هلاقيك دخلت لي على فيديوهين قدام هخش لك على 4 اقسم بالله، ولو لقيتك قناة لسه بادية هخش لك على 10. بس بعد ما اخش لك على 10 الاقيك بعد اسبوع ساحب من عندي، عيب عيب وجهل. ما تخشش من الاول، انا مش بجبرك تخش ومش بجبرك تتفرج ليا ولا بجبر حد. كل انسان بيكبر بابداعاته، وان شاء الله هنعمل ابداعات كتير على قناه وطني حبيبي باذن الله تعالى، وان شاء الله بينا الايام وربنا يدينا العمر. لان الحمد لله الفكر موجود والثقافه موجوده والحب موجود للناس، هيترد علينا باذن الله بنفس الوضع. فارجو للجميع، انا بتكلم بيزنس بقى، مش بتكلم بقى ايه لا انا مش محتاج او كده. انا طول عمري الحمد لله من اول ما عملت القناه لحد ما اتفعلت ما طلبت حتى يحط الاشتراك ولا حد ولا طلبت، بس سايبها كده هوت طبيعيه جدا. رغم ان اليويو نفسه بينصحك ان انت تطلب من الناس يعملوا اشتراك وكده، معلش في المرحله ديت بقى مرحله البيزنس ديت نعمل كده. كانت الاول تريننج تدريب، اتدربنا ووصلنا بعد سنة الحمد لله و4 شهور، رغم ان انا كنت اقدر اشتري قناة واثنين وثلاثة واربعة واخلص نفسي، لا انا اتعلمت وما زلت بتعلم وما زلت هتعلم وما زلت عايز قناتي تبقى مشهورة باذن الله بابداع، مش بالعافية ولا بالشتيمة ولا بقلة الادب. برضو اخش عند ناس محترمة جدا 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 وأقربهم يعني قناة شاعرة، واحدة شاعرة بتقول شعر، يخش عندها واحد يقول كلام وألفاظ يعني فوق ما تتخيله، كأنه واحد يعني سكران وقاعد في الشارع وبيشتم في الناس زي ما بنشوف. عيب يا أخي يا أخي عيب، احترم نفسك واحترمي نفسك من قلة الأدب ديت، عيب. واخيرا هقول تحياتي، وما تنسوش وطني حبيبي بيقول ايه،
وين تو وين. انا عندي ان شاء الله من بدايه، بدات من كام يوم مذبحه المشتركين، هعمل لهم مذبحه. الاول هتفرج الفيديو على كل واحد مشترك عندي وهكتب له الكلمه ديت التواصل، يعني مثلا شفت الفيديو بتاعه وعجبني هكتب له تحفه، هكتب له جميل، هكتب له رائع، وجنبها كده هكتب له والتواصل ايه نعمه بين الاصدقاء. ما ردش عليا اقطع رقبته خلاص، إيه يعني زي ما بيقولوا ايه، اقطع عرق وسيح دمه، هروح شايله على طول عشان ادور بقى على ناس محترمه تقدرني واقدرها. اوكي، اللي ما بيقدرش حد ما حدش يقدره، وارجو التعامل بهذا المبدا. ومش عايز اقول انا ليا جروب، انا ليا اصحاب وليا اخوان واصدقاء عزيزين جدا 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 عليا، وبنحضر مع بعض على طول البث بتاعي الحمد لله. لكن انا بعتبر اليويو كله اصدقائي، واليويو كله احبائي، واتمنى اتعرف بكل شخص على اليويو يكون محترم، وهو ده اللي انا طالبه. يعني ما اعرفش المعنى وصل وانا لوك 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 كتير، ولا هتزعلوا مني ولا ايه. المهم ان شاء الله كده الجميع يفهم كلامي، والكلام مش خاص بوطني، الكلام والله خاص، انا قريته على لسان كل الناس، كتير من الناس بيقولوا الكلام دوت. واوكي نشوفكم على خير باذن الله في لقاء الخميس. وبرضو ما بذكركم تاني، انا من يوم ما عملت قناتي انا ببث يوم الخميس بس، وكنت بعملها ساعة واحدة، والحمد لله كانت كل الناس في اليويو وكل القنوات اللي بيحضروا لي البث بحضر لهم البث وبقعد معاهم وبيعملوا بث باسمي، وبهزر من اول حفلة انا حضرته، وانا هي طريقتي دي، بهزر وبحب اهزر بس بكل احترام. من ايام ما شاء الله اول حفل دخلته كان حفل ام موسى للاكلات الشعبية، ست الناس، وكانت من احلى القنوات، وحصلت معاها ظروف حادث وكده هو اللي منعها تكمل. فكانت يعني الحفلة موجود كمان فيها يد الزوجة، وكان فيها ناس حبايب كتير، وكنا بنضحك يعني بنفس طريقتي ديت. وتحياتي للجميع، وان شاء الله كده باذن الله اشوف قنواتكم كلها من اكبر القنوات. ولكن تذكر بالابداع، بالابداع. اوكي للجميع، وتحيات وطني حبيبي، وصباح الورد عليكم جميعا، ونلتقي يوم الخميس ان شاء الله. مع السلامه.